لافوكا كاينه دابا كاينه 14 كاينه 15 كاينه 13 قليل فين كتلقى 12 و 10 المهم على حساب كل واحد الثمن اللي كيدير ولافوكا مني جايبها وشحال بغى يزيد على حساب ما عرفت تقريبا شي الفرق ديالها شي 8 دراهم ولا 9 دراهم حتى ال 15 كاع تاع الفرق اذاش كانت لافوكا وصل 40 درهم ودابا راه كتشوف راه كتلقى 260 في الطبله 240 260 على حساب كل واحد ومجهده اليوم بعنا ب 14 و 13 و 12 ونص و 15 على حساب الماركه تاع لافوكا حيتاش كاين عندنا المليح وعندنا الطيوح المليح كيكون 15 16 الطيوح راه دايره 12 13 على حساب السوق هي انه لافوكا ملي كتجي البرد كطيح لافوكا وكي والناس صافي كتبغي تفك لافوكا ديالها باش ما تكونش عندهم خسائر كبيره مع ان فوا لافوكا كطيح للارض صافي كي ليك لافوكا كتصوطا كتولي مفشا وشحال من حاجه كتولي فيها الكحوليه فاذا البائع ديال سميت لافوكا كيبغي يفك باقل خسائر صافي كيولي بايع بواحد الثمن اللي هزيل وصافي كتلقى السوق فيه 7 درهم 8 درهم داكشي علاش ولات الثمن في السوق اما راه ما عمرو كان وراه غادي يدوز واحد الوقت وغادي يرجع غترجع لافوكا الثمن ديالها حيتاش غادي تقاد الطيوح البرد راه ما كيكونش ديما راه هاد لافوكا اللي دخلات كان ديال الغرب وكان واحد البرد اللي كان شويه كثير طيح لافوكا طيح لافوكا في الفارم واللي اللي كيكونوا شاريين الفارم ديالهم راه كتمشي ليهم لافوكا وكيلقاو كيشوفوا كيفاش يحيدوا ديك لافوكا اللي عنده وكيبقى داكشي اللي بقى مزيان راه كيبيعوا بالثمن ديالو والطيوح راه كيدخل السوق كيتباع بواحد الثمن اللي ناقص لافوكا خويا دايره 300 دريال كانت في الاول دايره 1000 ريال دابا دايره 300 دريال مع هاد الطيحان وهاد العجاج وهاد الشيء ولات دابا دايره 315 درهم هي اللي دايره لافوكا ودابا وفيها حتى الجوده حتى هي راه مليحه ها راه ماشي شافوكا عيانه ولا وكاين هاد الاخرى كاين هاد الاخرى هادي هاد الخضره فويرسي هاد سميتها فويرسي كانت بعرف كانت 50 درهم كانت 60 درهم كانت ب 60 درهم دابا راه طاحت دايره 15 دابا مع هاد العجاج وهاد العجاج ديال دابا وهاد عاوتاني ما كثيره لافوكا طاحت خضره كلها دخلت للفران كلها خرجات ما بقاش الاستقبال فيها كي كان في الاول دابا ولات كتجي بزاف كثيره ولا طايح داك الشيء الطيوح ولا طايحه لافوكا كانت في الشجره كانت كيقلعوها دابا ولا طايحه الارض بوحدها العجاج كون ما كانش العجاج غتبقى في بلاصتها غتبقى مداويه غتبقى صابره هادشي اللي عطى الله ديك السلعه دابا راه موجوده هاي تبان لافوكا تبان لك اما في ديك الساعه كانوا كيجيبوا فيها الناس كيجيبوا فيها 10 دابا كتلقى 100 كاينه الكثره دابا موجوده مستقبله هي اللي داخله بزاف